تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب. نواصل عشوية الأحد، منوعة الأحد على قناة حنبعل ديمونش حنبعل، إلى جانبي طبعا المنصف بن سعيد في آخر الأخبار بتاعه، لأنه قريب باش نودعه. نخلي لك الكلمة باش تقول ماذا تريد سي المنصف. مانيش باش نعطيك أخبار، أما باش نعطيك هيدلاينز، العناوين الكبرى، باش نخليهم الأسبوع القادم لكم تفكروهم بالكدا. باش نحكيو على مالك الجزيري اللي يوصل أول تونس لدور نصف النهائي في دورة لاتي بي بموسكو، باش نحكي لك على الملاكم الأخضر لامين اللي توا قاعد يتفرج فينا في باريس، ونحب التوانسة الكل اللي في باريس يتفرجوا فينا يمشيو يزوروه خاطره مريض. باش نحكي لك على ملعب حلق الواد اللي سمعوا كلامنا وبداوا يرجلوا فيه. باش نحكي لك على المنتخب التونسي اللي هو توا في المستوى الثاني في الكان 2013، باش نحكي لك على توزيع الأندية تاع المحترفة الأولى باش نحضروا للأسبوع اللي من بعد. وعلى ذا نحب نقول لك باش نخليك صحة ليك، اما باش نمشي نضيع دريس برك وانا نجري بالكهرباء باش نتبعك ان شاء الله بتصفيق كبير منكم. سي المنصف بن سعيد، شكرا جزيلا. السلام عليكم. شكرا جزيلا. تعرفوا اللي في ديمونش حنبعل دائما هناك الاصوات التونسيه، الجيل القادم للاغنيه التونسيه، الجيل اللي قاعد ياسس في مشروع للاغنيه التونسيه، الجيل هذا بديناه في ديمونش حنبعل، وقلنا دائما يلزم هالاصوات التونسيه الحلوه اللي قاعده تخدم سواء في تونس او خارج تونس، وشاركت ربما في عديد المسابقات، مسابقات البرامج الكبرى اللي ربما في بلدان اخرى. بالطبيعه الناس هذوما عندهم مكانة في ديمونش حنبعل، وحبينا نقربوهم أكثر للمستمع التونسي. أنا سعيد باستقبال نجمة نقول نجمة تونسية عربية، لأن أخذت الجائزة الأولى في مسابقة كبرى. أتو نحكيو على كل التفاصيل. أنا نحب نستقبل المطربة أمال الغربي. مرحبا بك أمال، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. نسمع النغمة الأول ومن بعد عندنا حوار.
بك، تفضل أمال، مرحبا بك. إذا أمال خليني نقدم باش ترتاح أنت شوية، خليني نقدم باش السادة المشاهدين والجمهور ياخذوا فكرة على أمال الغربي ويعرفوا عن قرب شكون أمال الغربي. خلينا مع هذه الصور إثر مشاركة أمال الغربي في أحد البرامج، برامج النجوم. خلينا نشوف. أنا بالعادة في حياتي العادية في تونس ياسر نحب الضحك وياسر نحب يعني المريحة برشا برشا، أما كي جيت لهولي النجم الخليج كنت في الوركشوب ساعات نبدأ مريحة مريحة على الأخر وساعات جيني حالات نبدأ. نحب ديما نمزح وديما نلعب وديما نضحك وعادي يعني. أمل صوتها منيح، عندها شخصية بصوتها بتصدقها هي وعم تغني، في شيء سبيشال ببحث صوتها لإلها، بتقدر تعرفها تميزها كمان عن غيرها. ابتعد عني ما أحبك وش تبي بي، ابتعد عني ما أحبك وش تبي بي، قدرك الغالي سايف قولتي لك يا حبيبي، يوم قلبي جاهل انك ما درى، يوم قلبي جاهل انك ما درى. أمال سمعتني؟ نعم سمعتني. مساء الخير. مساء الخير عليك. انت الاسبوع اللي فات كنت نمبر 1 والاسبوع هذا كنت نمبر 1. الله يخليك. شكرا للفنان عبد الله رويشد. فنانة ديانا حداد تفضلي. نغمة رائعة، غنتها بإحساس ومناسبة لصوتها. الله الله الله. آمال من تونس، صوت جميل ودافي وعندها تكنيك عالي، تستحق انها توصل للنهائي لانها تمرنت بجد والحمد لله قدرت تتخلص من الخوف اللي كان فيها. أمل مشتركة رصينة كانت بأدائها وبحضورها، كانت متميزة بهدوءها وبوقفتها المحببة على المسرح يلي فيها كتير هدوء واحتراف. ست رصينة وحسيت انه ما كانت عم تفجر اونستها ابدا، كانت مثل مكبوته، وما بعرف صار سحر ببرايم الاحد الماضي وفرجتنا امل قديش هي ست جميله على جميع الاصعده، عيونها حكي وجسمها حكي وكل شيء حكي. امال بتقول من الاول انا واصله للفينال، يعني امال اكثر حد كانت توب 1، وما اعتقدش ان حد بيوصل للنهائي غير انه مجتهد وغير انه يشتغل وغير انه يستحق انه يوصل. نستقبل هلا المشتركه الرابعه وهي امال من تونس. صوتها قوي كمان امال، بعدين يعني اهل تونس هم اهل الطرب اكيد.
أمل صوتها منيح، عندها شخصية بصوتها، بتصدقها هي وعم تغني. في شيء سبيشل ببحث صوتها لها، بتقدر تعرفها تميزها كمان عن غيرها. كانت بتغني مرتبكة بس ما أدري هل هي هذه عادتها، مع أن صوتها حلو المفروض ما تخاف، يعني المفروض يعني على طول تنطلق لما تغني. أمال صوتها حلو، في خامة طيبة، بس بعد يبيلها تمرين أكثر. أمال صوت يعني في شجن، صوتها في شجن وفي شخصية وبتوصل القلب، بتوصل القلب بسرعة. أتمنى لها التوفيق إن شاء الله. أمال مرتاحة بصوتها، يعني عندها قدرة إنه تطلع طبقات عالية، وخامة صوتها حلوة كتير. صوت جميل، أتمنى إن شاء الله أنها تكون أكثر جرأة في الغناء إن شاء الله. أمال صوتها حلو بس لازم تتخلص من خجلها ويكون عندها ثقة أكثر بحالها. نجم الخليج بالنسبة لي أنا كلمة كبيرة، يعني كان حلم كبير في حياتي والحمد لله حققته، يعني ما تصورتش نهار في نص النهائيات نجم الخليج. الرابح معنا بنجم الخليج، واللي راح ياخذ $50,000 ولقب نجم الخليج، نجم الأغنية الخليجية، أمل من تونس. مرحبا بك، وندخل معاك مباشرة في صلب الموضوع. نقول لك تشوف الصور هذه ايش تقول، شنو تشعر أمال؟ والله هو أشاك فوا نشوف اللقطة متاع الفينال يجيني نفس الإحساس. أنا رأو أنت إحساس كبير برس، إحساس كبير ما يتوصفش. كنتش تتصور لي أنت مش تاخذ الجائزة الأولى؟ لا، معايا سعودي بالفينال. لا، أنا شفت رغب علامة وشفت عبد الله رويشد وشفت أحلام ونبيل شعيل وأنغام، الكل هالناس هذوما أعطوا شهادة فيك على صوتك، وكانت شهادة إيجابية. لكن كراهم نقام كل المطربين في البرامج هذه أصبحوا المطربين هما اللي قيموا الأصوات، على عكس قبل معناتها كان ربما الناس ربما الأكثر اختصاص ملحنين وعازفين. هو في البرنامج كانوا ضيوف يعطيوا معناتها جوست يعطيوا رايهم، اما اللجنه كانت لجنه مختصه، كانت لجنه متكونه من الاستاذ عبد الله رويشد وفايز سعيد وديانا حداد اللي هما بالاساس ملحنين، اللي هما ملحنين يعني فايز وعبد الله رويشد ملحنين. 50,000 دينار شو عملت بها؟ ما تحبوا تسالوا على السؤال هذا بس جاوب. استنى ساعه روحي. دولار قداش يولي؟ 75 مليون. ليكي خذيتهم هنا 67. ما عملتش كليب؟ ما عملتش كليب؟ عندي كليب. كان في الوقت اللي خذيت فيه الفلوس كان صورت كليب اللي هو كذا. صوروا لكم الكليب وقت الفلوس؟ كانت لا من على المؤسس دبي الاعلام كان الكليب. هي اللي صورت لك؟ ما صرفتش. هي اللي كانت ما صرفتش اكيد. هي اللي. فلوسي ما نعطيهاش. والكليب شنو الاغنيه اللي صورتها؟ اغنيه خليجيه؟ اغنيه خليجيه بعنوان كذاب. يعني المؤسسه هذه يلزم تكون اغنيه خليجيه. أي. يعني والمشاركه نتاعك اللي شفناها كلها في الاغاني الخليجي خليجي كها انت مغرومه بالاغنيه الخليجيه؟ والله تشدني الكلمه واللحن الخليجي، معني الالوان الكل، اما الكلمه الخليجيه تمسني شويه. كي شفت المسابقه هذيك مشيت صوتك لك تونسه؟ صوته اكيد تونسه، كان هو الحاجه اللي صدمتهم يمكن انه كان معايا مشترك سعودي وكان التصويت من السعوديه يجيني لي انا. كيفاش؟ كانت نسبة التصويت من السعودية ما تجيش للمشترك السعودي، تجي اللي كانت يعني حاجة استغربها حتى مدير مؤسسة، قال لي عندك أهلك في السعودية؟ قلت له ما عنديش أهلي في السعودية. تلقى السعودية ذي حقاً عجبوا صوتك وصوت لك، برافو عليك. أنت غنيت خليجي؟
وغنيت توا نانسي عجرم اغنيه نانسي عجرم. ولكن ما سمعنيكش في التونسي. تونسي نقولوا تونسي علاش؟ نقولوا تونسي نسمعوك في ما نحبش فضة وذهب مع امال الغربي. يعطيك الصحة. ونحن نحكي على الفن والمواهب والنجوم وبرامج التلفزيون اللي 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 تطلق النجوم. نقول اللي ديمونش حنبعل صورنا إلى حد الآن بحضور منير الغضاب، غازي العيادي، حسن بن أحمد، دو كاستينج. إن شاء الله قريبا بعد العيد تنطلق الفقرة اللي باش تكون الفقرة موجودة في ديمونش حنبعل اللي هي اسمها انتي ستار، باش زملاء أمال والناس اللي يحبوا يكونوا فنانين إن شاء الله حتى من تونس النجمو يكونوا فنانين، باعتبار أنه كان هناك برنامج سيمونير اسمه نجوم الغد وفن ومواهب اللي هو أطلق عدنان الشواشي، نور الدين الباجي، نجاة عطية، صوفيا صادق، والقائمة تطول من تونس. إن شاء الله ربي معاك ومعاهم هما الكل. نشوفوا انتي ستار ونرجع.
فضاء تلفزي مفتوح لاكتشاف مواهب الغناء في تونس والوطن العربي. انتي ستار، طريقك للنجومية. إذا كنت فنان موهوب غني وسمعنا صوتك في ديمانش حنبعل. انتي ستار وأحنا جمهورك. للمشاركة ابعث ST أضف اسمك بالكامل والولاية اللي تنتمي لها على رقم الاسماس 878-87. اختار غناية تتماشى مع صوتك واسمع جو. ابعث مقطع فيديو عن طريق موقعنا الإلكتروني anibaltv.com.tn. من استوديوهات ديمانش حنبعل، حلق نحو النجومية مع قناة حنبعل، حلمك يصير حقيقة. مع قناة حنبعل، حلمك يصير. إذن عدنا أنا إلى جانبي بالطبيعة أمال الغربي، المشاركة في برنامج نجم الخليج واللي خذت الجائزة الأولى. على كل، قبل ما نرجع الأمال، أنا عندي ضيف نحب نستقبل نجيب جبان. Come on, Sarah.
تفضل نجيب. مرحبا بك نجيب. تعرفوا اللي في برنامج ديمونش حنا بعل نتفتح على كل الموسيقات وعلى كل الألوان الثقافية والفنية، للكبار للصغار للطربي للفن الشعبي، الكل هو كوكتيل، كوكتيل منوع. مرحبا بك نجيب. عاشك عبد الرزاق. وينك الغيبة؟ تفتح على كل الألوان. شو الألوان؟ ها كلك ألوان، من الأخضر للأصفر للأحمر. هذيك كيفاش يتركب الخشب هذيك؟ وريني 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 كيفاش يتركب. وريني هذا هو ثم دو سورت. اي ثم بلاستيك الخشين وثم هذا كلاسي كولر بور بروس سا ترى بربي خير. شو تي عبد الرزاق بنركبوا هنا تصفيق منكم بنركبوا ترى. استنى استنى اتون هاي كلو يا ماما شت هاي يا تكسح نجيب. وي باترو. شنو الاعمال نتاعك تو بخلاف الاعمال نتاعنا؟ اطفال صغار. يعني اخترت انك تتوجه للاطفال من شارلول توا؟ من شارلي شابلان. اي الكلون كلاسيك. أي. انيماتور كلون. واضح. فوالا لي جاردان دوفون. يعني ترى اللي الاطفال الصغار اكيد توا نحن في ديمونش حنا بعد زاد يتفرجوا فينا برشا اطفال صغار. عرض كيما هذا اللي شفناه يشد الاطفال؟ يشد برشا. لها انت ريت 1%. اي مش بوليس. هذا 1%، لأنه في رياض الأطفال خاصة وأعياد الميلاد اللي هو اختصاصي إن شاء الله، فوالا، عندنا تو 10 سنين نعمل لي جاردان دوفون رياض الأطفال جمهورية كاملة إلى جن. واضح واضح. هذا نعرفه. أنت بالأساس ممثل وكوميدي معروف نجيب وكل شيء. باهي، الكاميرا كاشي. ساهمت في الكاميرا كاشي أنت. كنت ممثل ومن بعد وليت منتج. سنين. 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 بيت معروف كوكا، يجي فني تو سول. اخر عمل قدمته؟ اخر عمل قدمته مع شركه خاصه لا ذكر الاسم بطبيعه الحال. واضح. تعادت في قناه اخرى. فوالا قناه اخرى اكسترا. فوالا الكاميرا الخفيه ما تغيبش لان ذيك في الروح نتاعنا. في الروح ما نجموش. تعمل لنا ضربه شارلوت هو. ضربه شارلوت؟ اي رغم اللبسه نتاعك مش ماشيه مش مع شارلوت. مش ماشيه. اي ضربه شارلوت هاي ضرب بتصفيق كبير منكم. شكرا نجيب جبال. نجيب شو باش نشوفوا توا؟ والله توا في المحتوى نتاع في اعياد الميلاد خاصه، خاطر نعمل اعياد ميلاد ادوميسيل ولي جاردان دوفون ودور ثقافه ومهرجانات، نعملوا عديد الاشياء. نعطيك مثال، نعمل ماشينا بول. هذوما دي تيرم نقولهم انا بالسوري ما يتقالوش بالعربي. ماشينا بول، نعملوا اسيت شينواز تنشوفها بعد شويه. ماشينا بول تنشوفها بعد شويه. اللي كنا نشوفوا فيه شنو هذاك؟ هذوك ما لا جونغلور. ايوا دو ماسيو. واضح. ايه ابار سا نعملوا ترومبولين ونعملوا جو غونفلابل بور انفون. ترجع لنا باش نشوفوا الشيء هذا. نشوفوا لعبه سحريه. شوفوا لعبة سحرية؟ هذه اللعبة السحرية صافي بارتي نتاع الانيماسيون دوري نتاع الشوارع. تعرف كيفاش انا درت لبرا وخرجت لبرا وديما نخرج وكذا. هذه لعبة سحرية حلوة. انتبهوا جميعا. فوالا. قبل الكاميرا. لك
جبان لنا عودة مع نجيب جبان. نحب نمشي مباشرة إلى أمال ونقولها شيرين. شيرين باش نسمعوا شيرين. كثير بنعشق. كثير بنعشق. كثير بنعشق شيرين. يعطيك الصحة أمال. طف سؤال. نعم. أنت خرجت وشاركت في البرنامج هذاك وجيت لتونس. السؤال هو شنو باش تعمل في تونس؟ اش خممت؟ هل اخترت أغاني؟ هل تقابلت مع ملحنين تونس باش يعملوا لك أغاني؟ هل صورت كليبات؟ شو اللي عملت؟ صورت كليب وحيد اللي هو كذاب مع شوية الوعود. تعرف لي بعد ما تحصلت على لقب يعني أي. عملت كونترا مع مؤسسة دبي الأعلام بعدك ما نعرفش يمكن هما وعود هكاكا يعودوها في الفرق. يعني انت عملت كونترا مع شركة من الشركات؟ لا هي ماهي شركة فنية مؤسسة دبي الأعلام يعملونا كونترا فني بعدك ضر لهم اللي ما هو ما عادش عينهم فيه فهمت معناتها يعني صار فهمت
غير معناتها غير فاعل العقد اللي عملته. يعني انت في حلم من هذا العقد؟ لا، رغم اني وقت ما تحصلت على اللقب جاني عرض من شركه كبيره، اما العقد هذاك هو اللي عطلني. بعديك ظهر لهم هما ليه، معناها خلوني لمنا. شو خممت باش تعمل انت لمنا طب في هذه الوضعيه؟ شو اللي خممت باش تعمل باش تقدم؟ ما تعرف اللي ما يقدمش يوخر. كل عبيت الكل قاعده اللوج على شركات، لانه تعرف الفنان التونسي ما عندوش برشا فلوس باش ينتج حاجه في مستوى معين. ما اتصلوش بيك ملحنين توانسه مثلا؟ لا. انه شافوك وربما يحبوا يقدموا الحاجه. شفت الفنان محمد جبالي اللي قاعده ان شاء الله ناخذ من عنده لحن، عنده الحان توانسه حلوه ان شاء الله. حكينا شويه وما صار حتى شيء لحد الان. مازال كله في الكلام. كله على كل نحب نستقبل مره اخرى ونرجع لك امال، مازلنا موصلين معاك. رامي غدير في عزف منفرد على آلة الكمانجة مرة أخرى. We'll be right back.
هذا البحلانة رامي، برافو. يعطيك الصحة هذا البحلانة رامي، أهلا وسهلا بك. أمال تعرفها ولا ما تعرفهاش؟ لا ما تعرف الحقيقة. لا ما تفرجتش مالا في برنامج نتاع مواهب اسمه نجم الخليج؟ ما تفرجش. نسمع بيه، نسمع بيه. تسمع بيه، تسمع بيه. هي اللي تحصلت على الجائزة الأولى. يعطيها الصحة. يعني الجائزة الأولى. فرح. بحضور معناتها رغم علامة، عبد الله رويشد، أحلام، نبيل شعيل، أنغام، يعني هذا كل هذوما اللي أعطاو الشهادات باش أمال خذات الجائزة الأولى وخذيت معاهم 75,000 دولار. خمسين. على كل، على كل. رامي شو المعزوفات اللي سمعناهم؟ هذا عزف منفرد، كوكتيل من عبد الحليم. نعم، وعزف عبد الوهاب ثم عبد الحليم. أنا ديما عندي صورة في ذهني عمري ما نسيتها، والصورة هذه رضا القلعي يقف بالكمانجة نتاعو وانت صغير، يذولي ما تذكرهاش ولا تتذكرها، يعزف ناري، سيمونير ناري على جرزيز وبنويته. هاي كانت سمعنا شوية ولا هذيك ولا لا؟ ولا أنا غلط راه نسيت الزمن؟ ترى خلينا نسمعوها. ها خلينا نسمعوها ما يصيرش. أمال، يعني اللي فهمته منك يا أمال أنه المستقبل ضبابي ضبابي، بعد معناتها العمل هذي، وذي اللي صراحة خليني نقول ذي اللي نخافوا منه من البرامج الكبرى نتاع المواهب، يطلقوا ربما المواهب ويعطيوها كالدفع وكالزخم وكالزخامة وكالإبهار، حتى الإبهار على مستوى الصورة معناتها حقيقة إبهار شديد وكبير، وبعد نلقاو الفنان وحده، هذه مشكلة كبيرة معناتها. بينما نلقاو ربما سيمونير، وانت تعرف اللي تخرجوا من برامج تلفزيونية تونسية كما فن ومواهب والبرامج النجوم الغد، يعني استمروا في الفن. شاركت في برامج تونسية يعني قبل. كلامي صحيح ولا أنا غلط؟ ما نعرفش، هذه مقاربة. صحيح، أنا جربت قبل في تونس. أي. تحصل على الجائزة الأولى مغرب العربي سنة 2004. تحصلت على الجائزة الأولى في تونس مواهب المغرب العربي، في مواهب المغرب العربي.
كان على كان تصفيات في التلفزه بعد هيك بوغرنين. وبعد اخذت الجائزه الاولى زاد في بوغرنين، يعني انت تحصلت على زوز جوائز من خارج تونس ومن تونس وهذا مهم. من عاش انا ما عندك شويه بخل امان؟ قولي بصراحه بصراحه. لا مش بخل، لا مش بخل. ما نعرفش مسكرة، ما نعرفش علاش مسكرة. إن شاء الله يا ربي تتحل بلولة الملامة. إن شاء الله يا إن شاء الله تتحل بلومة بلومة بلولة الملامة مع وردة لولة الملامة. I'm so
امال ولا مش باهي؟ عجبتكم؟ يا باهي. على كل امال انا وصلت معاك للختام ووصلت ايضا مع رامي الختام. حب رامي ساعه باش ترجع لنا تحضر لنا حوايج اخرى ان شاء الله. ثم مشروع نتاع سي دي نتاع موسيقى، مشروع سي دي ان شاء الله، ان شاء الله عزف منفرد ومن الحاني انا ومن يعني ومن روائع الموسيقى العالميه. دونك ان شاء الله على قريب ان شاء الله. اوكي أمال، نعم. شو تحب تقول في نهاية البرنامج؟ وباش تقعد معنا، تعرف كيفاش أنت باش تخرج والكليب نتاعك باش يتعدى؟ باش نقعد بحضورك بعد تنجم تفرج. شو الكلمة الأخيرة اللي تحب تقولها؟ نحب نشكرك أنت بخصوص على الاستضافة الحلوة، ونحب نشكر سيدة شركة الدبكة للإنتاج اللي هي السي سهيل بن محمد اللي نقدم له تحية ونقول له ميرسي على إن كنت سند معناتها. شكرا. على كل نمشيو، تعرفوا الغناية اسمها متاع أمال اسمها كذاب. نمشيو الكليب كذاب، ونودع عرامي ونودع أمال، ونقول لكم ما تغيروش المحطة لأنه النسق التصاعدي سيبدأ من الآن. ما تغادروش مقاعدكم، نمشيو. يا كذاب يا كذاب يا كذاب، حتى سلوها
يا كده.